السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا لي زاد فيرب. لي زاد فيرب، لي زاد فيرب، شنو هما لي زاد فيرب؟ في اللغة العربية كاين شي حاجة كنسميوها ظرف، ظرف زمان وظرف مكان. يعني ظرف زمان يتعلق بالوقت الزمن، وظرف مكان يتعلق بالمكان. إذا في هذا الدرس غنشوفوا في اللغة الفرنسية غنشوفوا نفس الشيء، لي زاد فيرب هما الظروف، يعني ولكن غنشوفوا النوع ديال هذا الظرف. نشوفوا الانواع ديالها في اللغه الفرنسيه ديال لي زاد فيرب. مثلا في اللغه العربيه كاين ظرف زمان وظرف مكان، هنا حتى هو كاين بزاف ديال الانواع ديال الظروف وغنشوفوهم. مزيان، عندك سيدي لاد فيرب دو طون. دو طون اش كيعني؟ ديال الوقت، ديال الوقت، ظرف زمان دو طون، بحال قلتي ظرف زمان ادفيرب دو طون. مزيان، نشوفو دي زيكزومبل امثلة. إيير، إيير البارح، قلت لك هادي إلا كتلاقى إي مع أو إي، إيير، إيير إيغ على فهم، إيير البارح. أفون، أفون توجور، هادو كاملين كيتعلقو بالوقت. توجور يعني دائما، كل نهار، توجور يعني كيتعلق بالوقت. دونك فين ما شتي بحال هادو عرفهم لي زاد فيرب دو طون. الا قال لك شي واحد حدد لي لي زاد فيرب دو طون غاتكتب ليه هادو، وكاينين واحد اخرين، كاين لون دومان بعد غدا، كاينين بزاف. المهم اي حاجه كتعلق بالوقت راه داخله في لاد فيرب دو طون. اوكي مزيان باش تعرفوهم. وكاين لاد فيرب دو ليو، ليو المكان، المكان هنا الوقت، هنا المكان، لادفيرب دو ليو. أي حاجة كتعلق بالمكان ولا كتبين لك المكان في لافخاز راه كتسمى ادفيرب دو ليو. يعني قال لك شي واحد عطاك لافخاز وقال لك حدد لي فيها ادفيرب دو ليو، غتشوف أي حاجة كتعلق بتحديد المكان. بحال إيسي، هنا، هنا كتسمى إيسي، هنا، هنا. باغتو، باغتو مزيان، يعني في كل مكان، باغتو في كل شيء، يعني منتشر مثلا في كل شيء، باغتو. دو دون الداخل، الداخل دي مثال ديال الشومبر، غنقول دو دون، دو دون، دو دون. اوكي الداخل. ديغيير مورايا، حددت المكان فين كاين مورايا مثلا. ديغيير الوراء، ديغيير، ديغيير حرفين ساكنين هذا كتقرا ديغيير. مزيان، ديغيير الوراء. دونك هادي حددنا دابا دو دون دو ليو. نشوفو نوع اخر ديال لادفيرب ديكسكلاماسيون، تعجب، التعجب. مزيان ديكسكلاماسيون ديال التعجب. كوم كيفاش؟ ماشي هنا فهمتي كيفاش؟ ماشي بحال، ماشي بحال كنطرح لا كيسيون. كوم فهمتي؟ كو يعني ماذا، يعني ماذا، بحال كتعجب ماشي كتسول. راه فرق ما بين هاد كاينه كو اللي كطرح بها لا كيسيون، كو اللي كدير بها ديكسكلاماسيون تعجب. كو فهمتي؟ كومون، كومون كيفاش؟ يعني مثلا شي واحد دار شي حاجه مثلا قلت ليه كومون، يعني شي حاجه مثلا كتعجب فيها كدير اكسكلاماسيون جاتك غريبه مثلا كومون، يعني واش بصح مثلا، يعني ماشي كطرح لا كيسيون ولكن كتعجب، يعني كاين واحد النوع ديال التعجب. هادو هما اكسكلاماسيون. مزيان، وكاين دو مانيير. مانيير في اللغه الفرنسيه هي الحاله، يعني كتسول على الحاله، الحاله ديالك، الحاله يعني النفسيه ديالك ولا الحاله مثلا، يعني الحاله. مانيير، مانيير. بيان انا مزيان، بيان، بيان جيد. كومون هذا بحال اللي قلتي كيحدد لك الحاله ديالك باللي بخير، هذا كيسول على الحاله ديالك، يعني نفس الشيء بحال بحال. كومون دونك الا عطيتك لا فراز فيها كومون فاتو، قلت لك حدد لي فيها لادفيرب فين هو، غتقول لي هو كومون، غنقول لك النوع ديالو، غتقول لي ادفيرب دو مانيير. اوكي ولا نقول لك السؤال اكزرسيس عطيني جمله يكون فيها لادفيرب دو مانيير، دونك غدير كومون مثلا، كومون فاتو مثلا، غتحددي جمله فيها ادفيرب دو مانيير. فهمتوني؟ اوكي. فور يعني قوي، حتى انا كتحدد الحاله ديال بانه قوي، قوي. كونتيتي مزيان، كونتيتي هذه الكميه، 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 لا كونتيتي، كونتيتي، كونتيتي. اوكي مزيان، الكميه. بو قليل، بو موان اقل، راه هنا فرق ما بين بو وفرق ما بين موان. بو يعني شي حاجه قليله،
هنا موان اقل. بحال مثلا غتقول لا فالور دو موان ولا لا فالور 5 موان دو 2، هاد لا فالور يعني جوج اقل ولا موان كيو 2 يعني اقل من 2. مي باردون العكس. مثلا اقول لك نهضروا مثلا على لا رابيديتي يعني على السرعه. لا نقول لك مثلا لا تورتو فعلى حسب السرعه موان كيو موان كيو موان كيو ولا لا رابيديتي لا دو لا تورتو موان كيو دو لا با مثلا يعني اقل من ديال الارنب من ناحيه السرعه. اوكي نشوفوا هنا بو شي حاجه قليله مثلا يقول لك شي واحد واش فهمتي الدرس مثلا غتقول ليه ان بو واحد شويه ماشي غتقول ليه موان ان بو شويه موان شي حاجه اقل يعني شي حاجه اقل من شي حاجه كنخدموها بزاف في الكومباريزون ماشي غنشوف واحد الدرس ديال الكومباريزون موان ناس قارن بين جوج سواء الارقام سواء شي حاجه من ناحيه مثلا السرعه ومن ناحيه المهم اي حاجه كتقارن بين واحد جوج. تخي يعني بزاف تخو يعني كثير هنا كثير مزيان. اوكي كاينه تخي وكاينه تخو. تخو يعني كثير ولا سي تخو يعني هادشي كثير بزاف. ما تقولش لا هادشي سي تخي هادشي سي تخو يعني هادشي كثير بزاف سي تخو غتخدم هادي هادي غتزيدها مثلا بدي تخي بيان جيد جدا ولا مثلا انا مالاد نقولو تخي مالاد يعني انا مريض بزاف تخي مالاد ما تيش تخدم تخو مالاد انا خدمت تخي مالاد. دونك تعرف كيفاش تخدم واخا هما كيتشابهو هاد الجوج هاد الجوج دونك تعرف كيفاش غتوظف كل وحده فيهم. اوكي نمشيو للنوع. شحال شفنا دابا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة كاين نوع ستة. السادس هو كاين لادفيرب دافيرماسيون تأكيد كنأكد على شي حاجة دافيرماسيون تأكيد كنخدم فيها وي سي بيان سور يعني كنقول لهم وي أكدتها واش بغيتي تجي مثلا وي بغيت نجي يعني أكدت. إلا قلتي لك شي واحد واش قلتي هاد الهضرة سي قلتها سي بيان سور يعني إذا تأكدت لك بيان سور واش كنتي حاضر مثلا بشي حاجة وي بيان سور يعني كنت حاضر افيرماسيون تأكد. دونك إلا قال لك واحد عطاك لا فخاز وكتب لك فيها هادو وقال لك حدد لي لادفيرب دافيرماسيون غتقول ليه بيان سور ولا سي ولا وي في ديك لا فخاز إلا كاينين فيها. وكاينين دافيرب أخرين اللي كيبينو تأكد راه ماشي هادشي كامل اللي كاين راه كاينين دوزوطخ وحدين أخرين. كاين دانتيغوكاسيون لادفيرب دانتيغوكاسيون نوع آخر دانتيغوكاسيون هو كيسول سؤال راه كيما شفنا لا فخاز دانتيغوكاتيف انتيروغاتيف هنا انتيروغاسيون يعني استفهاميه استفهام انتيروغاسيون د انتيروغاسيون كومبيان شحال بوركوا كيفاش او اين كومبيان شحال بوركوا كيفاش او اين مزيان يعني كتسول هادي انتيروغاسيون كتساوي بوين د انتيروغاسيون ها هي داكشي علاش كتسمى د انتيروغاسيون هنا لا دفير د انتيروغاسيون. اوكي مثلا الا شي واحد مثلا سولتي على شي بلاصه قال لك او سو تروف تيل ياه او سو تروف تيل وجي لك شي واحد قال لك حدد ليا فهاد الفخاز او سو تروف تيل فينا هو لادفيرب غتقول ليه هو او وغايقول لك لادفيرب اشنو النوع ديالو غتقول ليه لادفيرب دانتيغوكاسيون. اوكي مزيان هنا اسيدي قلنا الاخير دغني نيغاسيون نيغاسيون مزيان لا نيغاسيون النفي مزيان نيغاسيون النفي راه شفناها في ذاك الدرس اللي شفنا فيه لا فورم افيرماتيف ولا افيرماتيف ولا فورم نيجاتيف شفنا فيه حتى هو راه بحال نيغاسيون حتى هو راه النفي يعني شي حاجه ما بغيتهاش نيغاسيون هي بحالها نو با قلنا كنستعملو نو وهنايا فيرب كيكون واحد الفيرب هنا با مزيان اوكي نو با وهنا كيكون واحد الفيرب هادو اللي كنستعمل باش نحدد النيغاسيون النفي ديالي نو غيان ثلاث نقاط ثاني غيان كاين امثله اخرى مزيان هادو راه ديجا شرحتهم في الدرس اللي قبل مزيان هنا سيدي شنو قلنا دابا قلنا كاين لي زاد فيرب
Il existe l'adverbe de temps, voilà les exemples, l'adverbe de lieu, voilà les exemples, l'adverbe exclamation, voilà des exemples, les adverbes de manière, voilà des exemples, les adverbes de quantité, voilà les exemples, et les adverbes d'affirmation, oui, c'est bien sûr, les adverbes d'interrogation, combien, pourquoi, où, les adverbes de négation, ne pas, ne rien, et entre ne, pas, et pas, existe un verbe. اوكي okay. مزيان تمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس دونك راه كاينين 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني 8 ديال لي زادفيرب اللي كاينين في اللغه الفرنسيه 8 ديال لي زادفيرب حاولوا تكتبوهم وتعرفوهم باش الا عندك شي درس ديال لي زادفيرب غتعرفهم غتعرف هاد 8 اللي كاينين وتعرف الشكالات ديالهم وتعرف شنو كيعنيهم غتحتاجهم في الدروس ديال القرايه وغتحتاجهم كذلك في الدروس الا بغيتي تكتب شي فراز ولا بغيتي تقرا شي تيكست تعرف اي حاجه شنو كتعني الله يسر الامور الله يوفق حظ موفق للجميع ومع السلامه نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس اي تساؤل مرحبا بك في واتساب